عايزة أتأكد كده الدنيا مظبوطة يا شباب، وإيه الأخبار؟ بانكر هب، عايزة أتأكد حد يقول لي الدنيا مظبوطة. كويس، واضح كده، شايفيني الدنيا مظبطة، كل حاجة مظبوطة، حد يديني اوكي. بس وحشتوني جدا الصراحة، يعني نبدأ. عايزة أتأكد كده الدنيا مظبوطة، المفروض شايفين كده كله واضح صح؟ أنا كده المفروض مظبوط. بقيت الناس تبدأ تيجي، نستنى شوية كده بقيت الناس تبدأ تيجي. منتظرة حد بس يقول لي ايه الأخبار، الدنيا ايه. اوكي خلاص نشتغل. اوكي نبدأ بقى، نعلي الصوت شوية، قولوا لي الصوت كده كويس، حد يقول لي ايه الدنيا، الصوت اخباره ايه، حد يكتب لي الصوت يمكن يعلى شوية. كله واضح صح؟ منتظرة بس حد يقول لي. بقيت الناس تبدأ تيجي، استنى شوية كده بقيت الناس تبدأ تيجي. ها حد بس يقول لي ايه الاخبار، الصوت الدنيا كده ايه. كويس، خلاص ابدا. حد قال لي الصوت عايز يعلى، فانا عايز بس حد يقول لي الصوت كويس، نبدا نشتغل على كده. الصوت ده كويس ايه، خلاص نشتغل. اوكي نبدا بقى، نعلي الصوت شويه. اوكي سعيده بان انا اكون معاكم، انا اسفه اخرتكم شويه لان كان عندي لايف قناه النيل الاخبار، واللايف كان ميعاده المفروض يخلص الساعة 8 الا 10، فانا خفت اكون اتاخر بصراحة. انا وصلت في ميعاد البيت وكل حاجة، بس انا ما بحبش ان اتاخر في مواعيدي عموما. سعيدة ان اكون معاكم النهاردة. حابة ان احنا نتكلم على موضوع مختلف شوية، اكيد غير موضوع الاتش ار. فالنهاردة بلبس بقى العباءة بتاعتي الاصلية الحقيقية، وهي عباية البنوك. فنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع السويفت، موضوع الايبان. حابة أدي حاجة مهمة جدا للبنوك. انتوا عارفين انا ما بحبش يعني اتكلم اي حاجة كده ولا اي كلام، لا انا عايزة اقول لك ايه الهدف من الموضوع ده، اهميته ايه. موضوع الترانسفيرز او التحويلات او الريتيل بانكينج موضوع مهم جدا. موضوع الريتيل بانكينج يا شباب كان زمان يقول لك ايه، لا المهم الهول سيل بانكينج، المهم الانفستمنت بانكينج. لا، في اخر التقارير لبازل والهيئات كتيره جدا قال لك لا، ان الريتيل بانكينج ده مهم جدا وبيأثر. وبقصد بالريتيل بانكينج اللي هي كل ما يخص في النهايه ان البنفيشري كاستمر، مش البنفيشري بانك، وحتى للمبالغ الصغيره مش شرط تكون المبالغ الكبيره. يعني ايه الكلام ده برضو؟ اولا يعني ايه نظام دفع؟ نظام دفع يعني وسيلة دفع. وسيلة الدفع دي ممكن تكون فلوس كاش، ممكن تكون كاردس، ممكن تكون وايرلس. وسيلة دفع،
وتاني حاجة كارير أو شبكة تحمل أو تنقل التعليمات اللي بيديها الكاستمر أو العميل ده. أوكي؟ وبعد كده في قواعد، وحاجة مهمة جدا دلوقتي أضافت للتعريفات، وطبعا أعضاء البنوك نفسها أو الهيئات المالية، رضا الكاستمر أو الكاستمر ساتسفاكشن. يعني إيه الكلام ده؟ هديكم مثالية. يعني كنت بدرس ومن كتير، يعني كنت يعني كنت لسه في الكلية ورحت أدرس إنجليزي في إنجلترا، كان في كنت، وكنت وقتها يعني بشتغل في البنك المركزي، وكنت بدرس بانكينج سيرتيفيكت. في البنكينج سيرتيفيكت كان مقرها برضو في حاجة اسمها رمزي جيت، كانت في كنت. فقلت ايه كويس قوي، انا وانا فرصة بدرس اروح ازور المعهد اللي انا بدرس فيه البنك سيرتيفيكت ده، يعني اشوف. فنزلت فعلا في المدينة الصغيرة دي ورحت اشوف البروفيسور بتاعي ده، وقلت اتمشى في رمزي جيت. دي كانت مدينة صغيرة، انا كنت يعني انا ما بين رمزي جيت وماركت، فكنت قاعدة في مدينة صغيرة كده. فكان معايا فلوس ورحت للبنت اللي قاعدة على الشباك، كان معايا دولار، فخصمت مني عمولة جامدة قوي. فرحت حتى لللاند ليدي اللي انا عايشة معاها، قلت لها يا ان ده خصمت مني جامد قوي. قالت لي نادية انت المفروض كنت تحولي كل التحويل مرة واحدة عشان يخصموا مرة واحدة. تاني يوم رحت، لان كان هقابل ما كانش قابلته، فقلت ايه خدت معاه التاني للمرة. فكانت وقتها حتى ال 50 جنيه الجديدة دي مامتي كانت لسه مديها لي، وقالت لي خليها معاكي يعني. فاكره بقى كان معايا قد ايه. المهم ان الخصم، انا بس بتاكد من الردود، بتاكد من اي لايف، من اي حاجه كويسه. فقالت لي وقتها انت مش جيتي لي امبارح ومعاكي عمله؟ قلت لها اه. فراحت مغيره لي الفلوس دي. فلما غيرت لي التحويل انا لقيتها في الكاش ما خصمتش حاجة، فكنت مبسوطة جدا. طبعا انتوا هتقولوا ايه، طب عادي يعني البنك مديها التعليمات ان ممكن لما تلاقي عميل زيي. على فكرة انا عميل مش بروميسنج خالص، ولا انا جاية من بلد مختلفة، يعني ممكن ما اجيلهاش تاني وما تشوفنيش تاني. بس ايه اللي حصل بعد تتكلم بقى في ربع استرليني، نص استرليني، في استرليني، اللي حصل ان وقتها اخويا كان بيشتري شقه في انجلترا. فلما قال لي ناديه اعمل حساب فين عشان السمسار هيأجر لي الشقه وعايز ابقى افتح حساب، قلت له افتح في لويدز. ليه قلت لويدز ما قلتش باركليز، ما قلتش مش ليه؟ لان هو ده البنك اللي اداني البريفليج دي، اداني الميزه دي. ففهمت اللي انا عايزه اقوله لك، انك تعاملك مع العميل بيأثر جامد. وشوف عميل صغير انت لا تدركه، ممكن يكون ده بعد كده مليونير يورث يعمل، فخلوا بالكم. عايزين نحافظ قوي على العميل بتاعنا. الريتيل بانكينج مهمه قوي يفكر فيه. فمن ضمن الحاجات الفاليبل قوي والمهمه في نظم الدفع مدى الساتسفاكشن، مدى رضا العميل، سواء في الريمتنس بقى، التحولات اللي من الخارج، سواء العمليات اللي بتبقى من هنا، بدفع فلوس مدرسه، بدفع، ما تستهونش وما تقلش بيها. اديك مثال تاني، انا عايز حابه اديك اهميه الموضوع. كنت بدرس في ايطاليا، وكنت رايحه احضر مؤتمر في كنت رايحه على ما افتكر يعني كانت المانيا وراح سويسرا، وانا كنت قاعده في ميلانو. فاتصلت بزمايلي حبايبي اللي في البنوك بقى، ما فيش، على مش عايزه اقول اسم بنك معين، وقلت لهم حولوا لي عن طريق السويفت فلوس من حسابي، ومديها تعليمات وكل حاجه زي الفل. التحويل ما وصلش، كان في غلط في حسابي. اسبوع اتنين شحت الصراحه، واستلفت من اصحابي، وبقيت اضطر اشتري جهاز مثلا، واروح تاني يوم بالكاردز بتاعي اللي كنت عايزه سيوله، واروح بالكارت رجعه تاني، وقلت قصة. وقابلت اصحابي بقى في المانيا وفي سويسرا وادوني فلوس. انا عايزة اقول لك حاجة مهمة جدا، البنك على فكرة خسر، لانه اعاد التحويل مرة واتنين وكانت مشكلة وما خدش مني تاني. هو في الاول خد العمولة بتاعته، لكن مشاكل التحويل رايح جاي دي البنك خسر فيها. فده اللي حابة اقوله لك،
يعني انا وقتها يعني لو انا مش بنك انا كنت كرهت البنوك خالص. فهو ده الهدف، الهدف من الالكترونيك، الهدف من النظرة العالمية لأهمية الترانسفير، الالكترونيك ترانسفير. فده كانت الفكرة بقى اللي بدأوا فيها. طبعا التحولات في العالم كانت التلغراف، وبعد التلغراف بقى التليكس، وبعد التليكس بدأت في من 73 كل الدول المهتمة جدا تقعد وتفكر في حاجة مهمة قوي، شبكة واحدة قوية ولغة واحدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتذكر لما اشتغلت في الاول في البنك المركزي في التليكس، وكنا يعني يقول لك مين بيعرف يكتب فرنساوي؟ طب مين بيعرف يكتب الماني؟ لان كنا بنكتب في دول مختلفة. لكن لو بنقول كومن لانجويج، كومن لانجويج اعتمدت على الارقام. لا ده رقم 20 ده الريفرنس، ده رقم 32 ده الفاليو ديت والتاريخ، ده 59 ده المستفيد العميل، لا 58 ده، وهكذا. فقالوا احنا عايزين نستخدم وان لانجويج، لغه واحده، فهتبقى لغه الارقام، هتسهل وهتسهل اس تي بي اللي هو الستريت ثرو بروسيسنج او البروسيسنج السهله، او ان هي ما بقاش فيه اخطاء وتقلل. الحاجه الثانيه شبكه واحده ريلايبل شغال 24 ساعه فولي اوتوماتيد. ومن هنا كانت فكره نشاه شبكه السوفت. وكان مقر الشركه في براسلز او بلجيم، وقالوا ليه بلجيم؟ زي بيسموها قلب يوروب، قلب اوروبا. قلب اوروبا يعني ايه؟ يعني سهل جدا كل الخطأ الترانسفيرز ليها، بحر جو هواء كل حاجه سهله جدا. طبعا في اتنين سبورتنج سنتر في امريكا وفي اوروبا، ده ما فيش مشكله فيه. وطبعا ليه في قارتين مختلفين عشان لو القاره دي حصل حاجه يبقى القاره الثانيه بتشتغل. فدي كلها حاجات مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها. هيئة السويفت اسمها ايه؟ Society for Interbank Financial Telecommunication. Society for Interbank Financial Telecommunication ده اختصار كلمة سويفت. احب بقول لكم حاجة قوي عشان بس ايه نبقى كده واضحين من الاول، انا جات لي فترة كان اسمي نادية سويفت. طبعا سويفت بالانجلش معناها سريع، لكن طبعا ناديه سويفت دي جايه منين؟ ما ان انا طبعا ايه من اكتر الناس اللي تعبت في قصه السويفت، ودرست في المعهد المصرفي وطبقته في كذا مكان سواء جوه مصر او بره مصر، منهم السودان ومنهم اليمن، واديته محاضرات في سراييفو وعملت كونتاكت لاكتر من اكتر من ده. فده كانت قصتي مع السويفت. طبعا ايه شاركت في تطبيقه في البنك المركزي. طيب السويفت حاليا عشان بس تبقوا عارفين ايه الفرق ما بين السويفت وما بين، طب هل السويفت كده عشان قبل ما انسى قبل ما نتلخبط، هي وسيله ولا هي الكارير نفسه؟ هي الكارير نفسه، هي النتورك، هي مش اداه دفع خالص عشان بس نبقى متفقين عشان نبقى فاهمين. طيب اسم البنك شكله ايه في السويفت عشان نعرف نفرق ما بين الابان وما بين البنك؟ البنك في البنك في السويفت اللي هو بنك ايدنتيفاير كود، بيك اللي هو بنك ايدنتيفاير كود اللي هو مميز البنك، لا اما 8 كاركتر لا اما 11. لو 8 كاركتر ده للبنك الهيد اوفيس، لو 11 يبقى للمميز بيزيد عليه 3 اللي هو مميز الفرع. اول حركتين دايما اول حرفين بيبقوا اي جي اللي هو ايجيبت، وبعدين بعد كده اربع حروف مميز البنك، وبعدين مميز اي جي الكايرو اللي هو بيطلع منها البنك الرئيس المركز الرئيسي. واخر ثلاث حركات ممكن يكونوا حروف ممكن يكونوا ارقام بيبقى مميز الفرع زي البنك الاهلي معاهده ارقام وهكذا. ماشي. طيب هيئة السويفت ايه اهميتها؟ الاول كانت للبنوك بس. طبعا ايه العمليات، كل العمليات البنكية اللي ممكن تتخيلها، سندكيشن لونز، تحولات بنكية، تحولات عملاء، سيستم مسج، ترانسفيرز، الاوراق المالية وهكذا. في الاول كانت بتخدم البنوك بس، فعلا بدأت دلوقتي بتخدم الهيئات المالية كلها. حتى في كتب السويفت في الاول كانت تقول ايه ما بين البنوك، لكن هي ما بين كان ما بين انتر بانك اتحول اسمها ما بين انتر فاينانشال كوميونيكيشن، هي ما بين الهيئات الماليه. اخر احصائيات هي كم مؤسسه لغايه دلوقتي في هيئه السويفت؟ 11000 مؤسسه. يوميا المؤسسات دي بتحول حوالي
3306 مليون ترانسفير، عدد مهول مش عدد قليل. حبينا ندي المعلومات دي كلها عشان نبقى احنا عارفين احنا بنتكلم على ايه. طيب مصر ايه الخدمات اللي عملتها اوفر ده على هيئة السويفت؟ مصر داخلة الـ RTGS اللي هو الريال تايم جروس سيتلمنت من خلال شبكة السويفت، الفين كوبي اللي هي التحويلات المحلية برضو من خلال شبكة السويفت. دي بس الحاجة اللي بحب أقولها لكم. الحاجة برضو اللي بحب أوضحها الفرق ما بين السيتلمنت بنك وما بين الكليرنج. يعني إيه كليرنج ويعني إيه سيتلمنت؟ كليرنج أنا بعمل مقصة، مقصة بقى ما بين العمليات على زي السويتش بتاع شركة بنوك مصر مثلا، دي كلها بقى من المقصة ما بين طرف عايز يضيف لطرف آخر أو يخصم، زي مقصة الشيكات. لكن السيتلمنت ده بيقوم بيه اللي محتفظ بالحسابات. على سبيل المثال البنك المركزي كده محتفظ بكل حسابات البنوك، بيعملوا كليرنج، هو بيقوم بالدورين بالكليرنج وبالسيتلمنت. يبقى البنك المركزي ممكن يقوم بالكليرنج والسيتلمنت في وقت في نفس التوقيت. في بنوك عالميه ما بقتش تقوم بالكليرنج، بتقوم بهيئات او شركات اخرى خارج البنك المركزي، لكن اكبر طبعا البنك المركزي بيقوم بعمليه السيتلمنت. دي حبيت اقولها لكم كبدايه للكلام بتاعنا. طيب موضوع الايبان، الايبان اللي هو International Bank Identification. الايبان بالنسبه لنا اللي هو International Bank Account Number، الايبان ده مش البيك، البيك مميز البنك، لكن الايبان ده مميز الاكونت، رقم الاكونت نفسه بتاع العميل. مين اللي فكر فيه في 97؟ فكروا فيه برضو ليه؟ رقم الحساب لو في مشكله بيبهدل. انتوا متخيلين ان الناس ممكن تكون نايمه في مستشفى والترانسفير بسبب رقم الحساب جه مختلف او في اي مشكله، فيخرج ينام في بيت مثلا او في شقه لغايه ما يجي له عشان يرجع المستشفى تاني. طالب في كليه ممكن ما يدفعش تبقى عنده مشكله، يعني انا ابني لن انسى لما سافر، طبعا انا في بنك وفاهمه، فالولد راح الكليه بتاعته في انجلترا في هازرفيلد، يا ماما بيقولوا لي الحساب ما جاش. قلت له بالعكس، احنا متابعت وعارفه ان الحساب وصل البنك المركزي بتاعهم او الهيد اوفيس بتاع البنك ده، ان بقى البنك نفسه الرئيسي ما حولش للبرانش اللي في هازرفيلد، دي مشكلتهم هم تعاملوا مع واحده في بنك، انا ما حصليش اي رفض، انا تابعت البروسيس بتاع الترانسفير، خرج من مصر مظبوط واتحصل له اكسبتنس في الهيد اوفيس في انجلترا، فاذا المشكله هتبقى فين؟ المشكله هتبقى في البرانش، هو اللي متاخر مش انا. وفعلا المشكله اتحلت والولد ايه الكليه طبعا قبلته، قبلت الورق بتاعه ما كانش فيه اي مشكله. فده مهم جدا يا جماعه. الايبان من 97، واللي طبعا فكروا فيه الايزو. فالايزو بالنسبه لنا يعني الايزو العالمي بيتدخل في حاجات كثيره، كل الهدف هدفه التنميط، زي السويفت كده مبنت على التنميط، تنميط الرسائل، نعمل رسائل مرقمه كلها واحده، على لغه واحده، على نتورك ريلايبل واحده، كل ده الهدف منه الستريت ثرو بروسيسنج، الاس تي بي، ان انا الترانسفير، ان البروسيس بتاع اي مسج يبقى ماشي دايركت من السندر لغايه البنفشري، مش لسندر لريسيفر بانك، لا ده الكاستمر اونلاين ادى التعليمات او راح الابروش البنك بتاعه او البرانش، وانس ان السنتر بانك بعت الرساله حصل لها بروسيس من خلال ممكن بقى بعد كده بقى وسيط، ممكن انترميدري، وات ايفر مين في النص، كل ده احنا ما بنحسش بيه، من كليرنج سيستم لكليرنج سيستم لكليرنج سيستم، ات ذا اند اوف ذا داي ان هي بتوصل للكاستمر وتوصل لرقم حساب البنفيشري مظبوط. ده الهدف من الايبان، الانترناشونال بانك اكاونت نمبر. طيب الايزو قالوا ايه بقى؟ الايزو قال ان اقصى طول لرقم حساب الاكاونت بتاع العميل 34، كل بلد بتختار براحتها، في اللي 27 وفي اللي 29 زي مصر، وفي اللي 30 وفي اللي 18 وهكذا، لكن ما يزيدش اللينث بتاع
طول الحساب عن 34 حركة. ده مهم جدا بالنسبة لنا. أنا معايا دلوقتي الفايل اللي السنترال بانك بعته لكل البنوك، وده موجود على السايت بتاع السنترال بانك، وممكن اوريدي هبعت لكم اللينك بتاعه في الحلقة أو على قناة اليوتيوب بتاعت بانكر هاب. فتعالوا الأول نشوف بقى ونتعرف على الموضوع، وإيه حتى اوريدي اللي موجود في القصة دي. إيه مزايا بقى؟ أنا عايزة أقول مزايا الموضوع ده، مزايا الموضوع ده. أول حاجة إن أنا بقلل المانوال انترفينشن في الترانسفير، بقلل تدخل اليدوي. يعني لن أنسى باركليز بانك قال لك أنا وصلت ل 99.9 مفيش ايرور. من إيه؟ قال لك وصلت الـ STB خلاص. أنا كل الناس بتسعى الـ 100% STB ستريت ثرو بروسيسنج في التحويلات بتاعتها. تاني حاجة إن هو المزايا بتاعته بتحتوي على كل المعلومات والداتا اللي بتساعدك سواء في الانترنال أو في الناشونال ترانسفير أو الكروس بوردر ترانسفير. شغل تخليك أنت الدنيا عندك very accurate، حاجة بتوصل accurate، بتوصل لحساب المستخدم. بيوضح فيه ليه هو very accurate أو إيه الداتا الأساسية اللي بتبقى فيه. بيبقى فيه الكانتري كود والتشيك ديجيت وكود البنك نفسه وكود البرانش ورقم الحساب. هي دي الخمس elements المكونين لي. يبقى كود البلد، التشيك ديجيت، كود البنك، كود البرانش، والكاستمر نمبر، اكونت نمبر، يبقى رقم حساب العميل. وتبقى قد ايه اللينس بتاعه. المهم اقصى حاجه للخمس الكومبوننت دول هم 34 زي ما الايزو. تالت ميزة بتقلل أخطاء التحويل في الحسابات، إن أنا بحول الحساب الصح، ماشي؟ بتساعد العميل كمان إن يستخدم الشانل، الإلكترونيك شانل، whatever by ATM، تليفون بانكينج، موبايل بانكينج، كل الإلكترونيك شانل هي دي اللي بتساعدك إن أنت حسابك بيقرأ فبتحول بشكل إيه؟ بشكل سهل، زي ما بنقول إيه؟ كليك أون ذا بارتون. بيقلل التكلفة، ليه بنقلل التكلفة؟ اكيد لما بيكون في مانوال انترفينشن، وزي ما بنقول حتى ما بنقارن تكلفه التلكس بتكلفه السويفت كان في فرق كتير جدا، لان حتى تكلفه السويفت كانت بالكاركتر مش بالسطر او السطرين او بالدقيقه او بالدقيقتين وهكذا. فده مهم جدا. بقفل بس حاجه جايه على الماسنجر. فده مهم. فاذا تقليل التكلفه، لان طول ما انا تخيل انت دخلت الحساب خرجت الترانزاكشن وخرجت تاني في مانوال انترفينشن، دي كارثه. المانوال انترفينشن هيعمل لك مشكله، هيعلي لك الترانزاكشن نفسها سعر وتكلفه الترانزاكشن. عشان كده هو بيقلل التكاليف، وطبعا بيقلل التكاليف. طيب تعالوا نتكلم على اجزاء الايزو بالنسبه لمصر عشان بس نبقى الدنيا بالنسبه لنا واضحه لنا. يبقى تاني انا باكد الايزو رقمنا في مصر اللي احنا بنتبع الايبان اللي هو 13616، ده الايزو رقم كده، الايزو اللي بيتطبق الايبان اللي هو 13616. يبقى هو ليس هو ايه، هو رقم حساب وليس كود بنك، بس عشان باكد على المعلومه دي. هو بيساعد ايه بشكل عام قبل ما نشوف الكومبوننت او أجزاؤه في مصر؟ بيساعد على تطوير نظم الدفع، واتكلمت يعني إيه نظم الدفع في الأول، وده مهم جدا. ونظم الدفع ممكن تكون مدفوعات صغيرة، مدفوعات كبيرة، والمدفوعات الصغيرة بتختلف من دولة لأخرى، أو لغاية مثلا تحويل 200,000 ده مدفوعات صغيرة، أو لغاية مليون دي مدفوعات صغيرة، فيما فوق هذا دي مدفوعات كبيرة اللي هي ما بين المبالغ الكبيرة. زي بنقول ان مثلا الشيكات اقصاها مبلغ كذا، الكليرنج المقصة بتاعت الشيكات اقصاها مبلغ كذا، كل دولة حسب ما هي بتحط الوضع. وزي ما قلنا من ضمن مميزاتها على المستوى القومي بتساعد جدا وما بين البنوك وما بين الفروع على الاس تي بي الستريت ثرو بروسيسنج. بتساعد طبعا السندر بانك انه يتاكد ان الاكونت اللي هو بعته في المسج هيوصل في الرساله للبنفيشري النهائي مظبوط. اوكي نتكلم على الكومبوننت بتاعته بالنسبه لمصر. اول اثنين ديجيت اي جي، واي جي دي برضو ايزو اللي هي بتمثل اختصار مصر، وبعدين التشيك ديجيت. التشيك ديجيت بكل تفاصيله موجوده في الملف اللي انا هرفقه هنا ازاي بيتحسب.
بعد كده 8 كاركتر دول مميزين للبنك والفرع، 4 للبنك و4 للفرع، وبعد كده مساحة 17 رقم للحساب. دول تكويناتهم كلها 29 كاركتر لأنها بتشمل حروف وبتشمل أرقام. ده الأيبان بشكل مختصر جدا. أنا النهاردة مقررة ما أطولش عليكم، اتعرفنا بشكل سريع يعني إيه البيمنت سيستم. مكونات البيمنت سيستم مهمة جدا، اللي هي أدوات الدفع، القوانين والريجوليشن، البارتيسيبنت اللي بيشاركوا اللي هم الهيئات المالية أو البنوك، والكورير أو الشبكة نفذ بيها، وفي النهايه الكاستمر ومدى رضا الكاستمر. في النهايه ده مهم قوي، كومبوننت مهم قوي لنظم الدفع في مصر. نظم امثله نظم الدفع في مصر زي نظام الكاردز، الديبت كارد والكريدت كارد، زي نظام الكاش طبعا، زي نظام الكليرنج هاوس او الكليرنج تشيك، زي نظام الريال تايم جروس سيتلمنت اللي هو الار تي جي اس. الكارير هنا عندنا شبكه السويفت، وممكن تكون شبكه محليه. شبكه السويفت البيك بتاع ده بيمثل بنك ايدنتيفاير كود، اما 8 لا اما 11. الايبان هو رقم لحساب المستفيد. تعرفنا على مميزاته، أهم مميزاته الستريت ثرو بروسيسنج، رضا العميل، سرعة التحويلات، الأكيوريتي العالي، الأكيوريتي العالية قوي من التحويلات بتاعتنا. مبسوطة إني كنت معاكم. يا رب دايما أبقى معاكم في بانكر هاب. أنا بشكر كل الأدمن سواء سراج سواء شيرين سواء كل الناس اللي أعرفهم أو ما أعرفهمش، والأهم إن أنا كنت معاكم، وده طبعا يهمني جدا. عايزة أتأكد بس إن الدنيا كلها مظبوطة، في اي تعليقات، اي حاجه، اي حاجه حابينها قبل ما اعمل اي حاجه يا ريت حد يقول لي، ده مهم جدا. لو في اي حاجه قولوا لي. مبسوطه اني كنت معاكم، وعايزه دايما اتواصل معاكم، بحب ابقى متواجده معاكم على فكره في اللايف معاكم في بانكر هاب، واكيد هنتقابل كتير. بشكركم، ناس اتواصلت معايا على الماسنجر، ناس طالبه ان انا اعمل حاجه مخصوصه ازاي اتعامل مع اللاين مانجر، او ادي ازاي نصايح لللاين مانجر يفهم الجاب في عند الموظف اللي عنده، يفهم ازاي يتعامل معاه. كل ده مهم جدا. زي ما قلت لكم اللاين مانجر هحاول ان انا اعمل حاجه زي كده. حاجه تانية اتطلبت برضو ان احنا هاو تو سي نو، ازاي تقول لا، وازاي تقول لا، دي حاجه طبعا مهمه. والحاجه الثانيه اللي ان شاء الله احنا هنحاول نتكلم فيها هاو تو مانج يور باس، ازاي تدير المدير بتاعك. ومره ثانيه برضو نتقابل ونتكلم على حاجات بنكيه، ونتبادل النوليدج ونتبادل المعرفه مع بعض. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم. عايزاكم كل الناس تعمل سبسكرايب على القناه بتاعت بانكر هاب، لان لازم كلكم تشوفوا الفيديوهات اللي بتتعرض فيها. انا شاركت برضو على الصفحه حلقات من القناه بتاعتي. انا سعيده بيكم وسعيده بتواصل اي حد منكم. لو في اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه قبل ما انهي السيشن، انا بعتذر تاني على التاخير، ويا رب دايما معاكم. لو في اي تعليقات، اي حاجه، عندنا الجروب بتاع احنا نقدر نحقق حلمنا، وسعيده باشتراكاتكم فيه. كلنا قنوات ومنافس بنساعد بعض. حاجات البنكر هاب انا بتابعها، وبجد الجروب بيكبر ما شاء الله، العدد كبر، بقى في تفاعلات، الحلقات بقت قويه. انا سعيده بيه جدا، واحب دايما التعاون ما بيني وما بينكم. اشوفكم، واسفه جدا على التاخير، بس بجد كان عندي لايف فمعلش ما حبيتش اعتذر. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. دمتم بصحة وجود لك، وبي يور سيلف، وخليك واثق في نفسك. سلام عليكم.